بموقف متسلل. حكم المباراة أيها السادة والسيدات يطلق الصافرة وينهي المباراة النهائية في بطولة السوبر بفرحة جنونية كبيرة في ملعب المباراة. كل الملعب يتحرك، كل الملعب يتحرك. نعم، كل الملعب فرح. ليلة كبيرة للتسعيني، ليلة كبيرة للعميد، ليلة فرح. الرياض كده اتي وفرح، الرياض كده اتي وذهب. الاتحاد يتوج بطلا لبطولة السوبر السعودي على حساب الفيحة بهدفي حمد الله في الدقيقة الثالثة والدقيقة التاسعة والأربعين من عمر المباراة. نعم، في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني. شاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، وسط هذه الأفراح، ألف مبروك للاتحاد ولإدارته ولعشاقه في كل مكان. وحظ